مساء الخير عليكم. هستنى بس الناس تجمع علشان في حاجات كتيرة جدا هنتكلم عليها النهاردة بخصوص قضية الشاب مينا موسى. هستنى بس اي ارقام تظهر على الشاشة وهبدأ معاكم على طول عشان كمان اظبط الصوت والصورة معاكم، لان انا عايزاكم تسمعوا اللي هيتقال النهاردة، لان في حاجات عايزين نتكلم عليها، لان القضية كبيرة وفيها حاجات ما زالت غامضة. هيكون معايا الكاتب والاعلامي جرجس بشرة. مساء الخير يا استاذ جرجس. مساء النور. طبعا قضية كبيرة وهزتنا جميعا، قضية الشاب مينا موسى. تم قتله غدرا وبطريقة لا انسانية، طريقة بشعة. مينا موسى شاب كان طموح، شاب طيب جدا، غلبان، كان بيسعى من اجل يعني عايز يساعد مصاريفه، بيساعد نفسه، عايز يجيب مصاريفه. مينا كل ذنبه في الحياه ان هو يعني بتاع خير، بيحب الناس، بيساعد كل الناس. مينا شاب جدع. مينا راح غدر وخيانه. مينا شهيد لقمه العيش. كانت جنازة شعبية مهيبة النهاردة، اتعملت له جنازة شعبية في شبرا مصر عشان عند القس الإنجيلي إبراهيم سعد، لأن هو عمه عمل له جنازة تبعه، وهو طبعا مينا أرثوذكسي. اتعمل له جنازة مهيبة في قرية الروضة في محافظة المنيا، بقرية الروضة بملوي. شفنا مشاهد مؤثرة في الجنازة. محدش لا بيكتبوا الاتصال جميل. شفنا مشاهد مؤثرة في الجنازة ومشاهد يعني بكتنا جميعا، مشاهد بكتنا جميعا. أسرته الله يكون في عونهم، وإحنا بنعزي أسرته طبعا، والكل بيطالب حق مينا، وحق مينا لازم يرجع. إحنا كنا عاملين هاشتاج على السوشيال ميديا، في كل حتة عاملين هاشتاج حق مينا لازم يرجع، لأن في حاجات كتيرة جدا احنا لابد يكون هناك وقفة. اللي حصل في مينا ده كان كتير قوي، اللي حصل في مينا ده كان كتير قوي. لما احنا نسمع واحنا قاعدين كده نسمع حادثة بشعة، ان تم استقطابه عن طريق وظيفة وهمية بمرتب مخزي، مرتب كبير جدا، ومينا زي اي شاب عايز يشتغل، يعني كل الشباب عايزة تشتغل، فراح الشغلة. طبعا انتوا عارفين بقيه الحكايه، بس احنا هنقول لكم برضو ايه اللي حصل في الكواليس. في حاجات حصلت في الكواليس. استاذ جرجس، انت شايف قضيه مينا موسى ازاي؟ يعني اولا يعني في تعاطف شعبي كبير جدا في هذه القضيه، وتضامن شعبي مع قضيه مينا موسى سعد. طبعا في غضبه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا بعض الناس بتقول احنا عايزين حق مينا طبعا، وحق مينا لازم يرجع. واحنا في الحلقة الماضية طالبنا بعدالة ناجزة. طبعا قبل ما ندخل في التفاصيل بتاع الموضوع ده، نعزي أسرة مينا، ونعزي شعب القرية، ونعزي أهله كلهم. طبعا المصاب جلل وكبير، شخص شاب لسه في مقتبل عمره يتم استقطابه لكي يلقى مصيره ويتقطع حتت ويلقى في القمامة ويلقى في الترع. كارثة كبيرة، كارثة كبيرة. وربما تكون هذه القضية تنوه أو تفتح المجال للسلطات المصرية أكتر، لأنها تاخد بالها من موضوع خطير جدا، وهو شبكات الاتجار في البشر. تجارة اعضاء. وتجارة الاعضاء. موضوع خطير. طبعا طبعا. تم استدراجه والحوا عليه لمدة اربع شهور. اربع شهور. من شهر ابريل اللي فات. عشان يجي. علشان يعني هو ضحية بالنسبة له، هو صيدة بالنسبة له. صيدة. صح. يعني خلي بالك شبكات النصب دي وشبكات تجارة الأعضاء، السلطات المصرية واعية جدا،
لهذا الموضوع. وإحنا برضو نوجه شكرا في هذه الحلقة للأجهزة الأمنية المصرية طبعاً. بعد ما تم يعني الإبلاغ عن الموضوع تم القبض على الجانيين. المشكلة مش في اللي نفذوا الجريمة زي ما قلنا المرة اللي فاتت، المشكلة الأكبر في من وراء هذه الجريمة. الكلام ده قلناه من زمان. مين اللي ورا الناس دي؟ مين يعني اللي ورا؟ حضرتك هم مسكوا اتنين بس، مسكوا إبراهيم ومصطفى. إبراهيم بالضبط. 41 سنة بيشتغل ممرض، ومصطفى طباخ شيف 38 سنة. إبراهيم ومصطفى المتهمين الأساسيين في قضية مقتل مينا موسى. طبعا في اعترافات في النيابة يا أستاذ جندس، في اعترافات في النيابة، وكانوا قايلين ان احنا كان عندنا ديون، عشان كده طلبنا فدية 120 ألف جنيه وعملنا الوظيفة الوهمية دي على السوشيال ميديا عشان الديون اللي كانت علينا. يعني لا لا ما يدخلش عقل طفل يا أستاذ جرجس الكلام ده، كلام مش يعني ما يدخلش عقل. أولا خلي بالك السلطات المصرية وأجهزة البحث الجنائي ذكية جدا. طبعا مش طبعاً. أي حد يضحك عليها بكلمتين ويقول لها كلمتين مديونين. ده مسكوا الشاب ده شفوه. خلي بالك في نقطة خطيرة جدا في القضية دي محدش خد باله منها للآن. وأنا أطالب المحامي بتاع مينا إن هو ياخد باله من هذه النقطة. هو المحامي كان قال عن حاجة مهمة. إيه؟ مهمة. قال إنه ربما أو كل القرائن بتشير إلى موضوع تجارة الأعضاء. الكل المؤشرات، الكل المؤشرات بتشير لتجارة الأعضاء. هو لم يجزم، ولكن القرائن كلها صح، القرائن كلها بتقول فعلا كده. في حتة تانية مهمة، فضل. لماذا للآن أيوة لم يتم الكشف عن الاسمين بتاع المتهمين في هذه القضية؟ قالوا إبراهيم ومصطفى فقط. طب إبراهيم إيه؟ مصطفى إيه؟ بالضبط. باقي أسماءهم إيه؟ صورهم إيه حتى يا أستاذ جدس؟ ولم تنشر صورهما بالضبط في وسائل الإعلام. ليه وسائل الإعلام كبيرة لم تنشر صورهما. طبعا في نقطة مهمة تفضل تداولتها بعض وسائل الإعلام. من ضمن الكلام اللي اشترطوه على مينا علشان يقبل هذه الوظيفة قالوا له هات فصيلة الدم أو قول لنا فصيلة الدم. غريبة. هل ده حصل؟ قول لنا يعني فصيلة الدم صح. أيوة في ناس قالت إن من ضمن السي في بتاع مينا أيوة. قالوا له أو طلبوا منه فصيلة دمك إيه. خلي بالك قول لنا فصيلة دمك إيه. فسؤال غريب خطيرة. سؤال غريب. وطالب جهات التحقيق صح ياخدوا بالهم الحتة دي. لا إنها ترتكز على هذه النقطة اللي طلبوا بها مينا إن هم يعرفوا فصيلة دمه. ده بيعزز الشك القائم بأن المتورط في هذه الجريمة ربما تكون عصابة دولية بالضبط لتجارة الأعضاء ولها أذرع في الداخل. السؤال الأهم يعني والأخطر يا أستاذ جرجس. السؤال الأهم والأخطر على الإطلاق. في ناس بتقولي هي على البث المباشر أيوة. بيقولولي يا ترى عمله في كم واحد ولا كم عيل صغير من اطفال الشوارع اللي بيتم خطفهم. يعني يعني بتجاره الاعضاء بقى يا جماعه. ما تجاره الاعضاء خلي بالكم يا جماعه عملوا كم مصيبه قبل كده. في حته مهمه قتلوا كم واحد. اللي يعزز كمان موضوع تجاره الاعضاء احنا بنقول يعزز لكن لا نقول انه يعني جهات التحقيق هي اللي تجزم. طبعا في تحقيقات ولكن شغالة. هناك قرائن. القرائن مهمه جدا في التحقيقات طبعا. يعني عمه اسمه ايه؟ القس ابراهيم سعد. ده رجل يعني لعب دور مهم جدا في القضيه طبعا انتشر امور كتيره جدا. هو قال لك لما حبوا يعرفوا ايه المتواجد من الجثه بتاع الشهيد مينا لقوا قدمين الساقين ودراع واحد بس. الموضوع ده عادي. الصلاة تمت يا جماعة على أشلاء مينا موسى مش جثمانه كله. خلي بالكوا يا جماعة الموضوع الكارثي القدمين وذراع فقط. إن الصلاة لم تتم على الجسد كاملا بل على بعض الأشلاء. الأشلاء اللي وجدوها اللي هي ساقين وأحد الأذرع صح فقط هما اللي لكن الباقي شافوه
الباقي بقى راح فين يا استاذ؟ اولا ما لقوش لي. خلي بالك القرنيه بتتباع صح لما طلبوا فصيله دم. فصيله دم يعني هم اتاكدوا ان صحته 100%. فصيله الدم تصلح للمتبرع مثلا. احنا بنحط سيناريو صح صح. ايه الكبد، الطحال، القرنيه صح، ايه الطبله، حاجات في الاذن، حاجات كتيره، حاجات ممكن تتباع، حاجات ممكن تباع بارقام خياليه. ما هو السؤال برضو الاهم يعني فين باقي جثه مينا؟ يعني الحاجات دي كلها بقى ما لقوهاش ليه؟ الراس منفصله بقى كده عن الجسم، يعني فصلوا الراس عن الجسم. سمعت ان الجزء ده كله مش موجود، ان الراس كان في الثلاجه باين ولا ايه يعني؟ لا. ولا الكلام ده تم نفيه؟ انا ما شفتش يعني لحد اخبار، يعني انا شفت المواقع دلوقتي لحد يعني لحد ما عملوا الجنازه ما لقوش الا الساقين وذراع واحد بس. الذراع اللي كان فيه الصليب الذراع اللي كان فيه الصليب، ذراع مينا الثاني اللي كان فيه الصليب ما لقوهوش. قميص مينا، قميص مينا اللي كان لابسه ساعه الوقعه ما حدش لقاه برده. قميص المجرم القاتل ما حدش برضو جابه لقوه. ادوات الجريمه بقى يا جماعه. لا 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 خلي بالك الموضوع مش، انا سمعت عمه الراجل محترم بيقول احنا حتى القميص ما لقيناهوش. الموضوع مش موضوع قميص، لا هم قصدهم يمشوا ورا اي خيط. انا عارف، لا الخيوط كتيره واحنا عندنا جهات تحقيق قويه، وانا واثق ان جهات التحقيق والقضاء المصري سيحقق نصرا يخدم مصر كلها ويمنع عصابه كبيره ممكن تكون عملت جرائم قبل كده وكانت هتعمل قبل كده. يعني استاذ جلس وراهم اكيد ناس كبيره ده جدا محميين. ربما لا نجزم، ولكن خلي بالك مسرح الجريمه ربما يجدوا فيه، هم لقوا ساقين، ممكن يلاقوا شعره، مكان مقاومه، يعني مكان حاجه في الضفر، لان الدي ان ايه بيبقى الحاجات طبعا حتى لو في الضفر بيبان قطرات دم هنا، قطرات دم هنا، يعني يمشي وراها يشوفوا وصل لحد فين بالظبط كده. يعني الموضوع ايه؟ موضوع مسرح الجريمه ده ممكن يلاقوا حاجات تدل على الجناه، والجناه قبضوا عليهم. السؤال الاخطر، مين اللي ورا الناس دي؟ صح. فين صور المتهمين؟ انا عندي فضول اشوف الناس يعني انا عندي فضول كده اشوفهم، يعني انا مش عارفه اقول لك ايه يا استاذ جلس. الناس كلها عايزه تعرف مين اللي جاله قلب يقطع ويعمل اشلاء، يعني يقطع جثه او يقطع ايه يا جماعه ده؟ احتراف احتراف ويشفي ده، بيقول لك زي الجزار. لا 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 بص كده زي الجزار ايه ده يا جماعه؟ جزار بس، لا 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 ده احتراف، ده شغل احتراف. صح. لان عمه قال مش موضوع جزار، لا لا احتراف ده هو، بحيث ان هو خلي بالك الشاب ده ربما يكون وقع تحت تخدير معين، وطبعا اتعملت عليه نصبه كبيره، نصبيه كبيره، استدرجوه، واحنا هنا بنطلق صفاره انذار وناقوس خطر. الاهالي والاسر والشباب والشابات اوعى تنخدعوا في اعلانات على فيسبوك، لابد ان تتاكدوا من الشركه، قانونية الشركة، وانتوا رايحين تاخدوا معاكوا حد، تبلغوا حد وانتوا رايحين، ويعني الموضوع كبير مش سهل، لان ممكن يتم استقطاب كذا حد في الموضوع ده، خصوصا البنات يا جماعة. اول مقابلة بالذات خد معاك حد، اول مقابلة ده لازم لازم اول مقابلة، وانت بتقابل بقى انت خلاص انت قابلت في الشركة اوريدي، فاول مقابلة دي يا جماعة لازم يكون معاك حد، باباك، مامتك، اي حد من اهلك يطمن عليك، استلمت الشغل بقيت كويس تمام مفيش اي مشاكل خلاص. صح صح. الشغل تمام. صح. لكن في وظائف وهميه على السوشيال ميديا، ويا ما شفنا حاجات وهميه كتير على السوشيال ميديا. هم استغلوا ايه بقى؟ هم استغلوا يا عيني حاجه الشباب في الفتره دي الايام دي، ايام الصعبه والظروف الصعبه، وضربوا له مرتب وهمي كبير، مش وهمي كمان، مغري. مرتب مغري 9000 جنيه، حاجه كبيره، حاجه كبيره فعلا. 9000 جنيه عن الشاب يعني ايه؟ قال لك وانا مع انه كان يعني في ملاوي شغاله كله، لكن يعني ولكن هم عايز يحسن تم استدراجه ولقوا ضحيه وفريسه، وتم استدراجه لغايه ما تم تقطيعه. خلي بالك يا استاذ جرجس في نقطه مهمه، ان ميلاد صاحبه قال له دي فرصه ما تتعوضش. انا شايفها فرصه، يعني ميلاد كان بيديله حماس على الشغله دي، بيقول له دي فرصه ما تتعوضش. انا شايفها انها فرصه. ميلاد صاحبه اللي كان بيشتغل في الحضانه، هم بيشتغلوا شفتات، هو كان صاحبه على فكره، هو كان صاحبه ميلاد طبعا، بيشتغلوا شفتات في الحضانه، هو شفت صباحي والتاني شفت مسائي او العكس،
المهم هو قال له انا شفت الشغلانه دي قبل منك يا مينا، وانا شايفها مناسبه جدا وحلوه جدا، بس انا للاسف عندي جيش مش هقدر اروح الشغله دي، روح انت بدالي، وانا شايفها انها ما تتعوضش، فرصه لا. فرصه ما تتعوضش. في حته مهمه، ممكن يكون برضو ميلاد كان هيقع ضحيه بدل مينا، يعني انتوا فاهمين يا جماعه، ما دام الشغلانه كانت وهميه على الكل بقى، يعني اي حد كان هيقع ضحيه. في حته مهمه من ضمن عمليه الاغواء والاستقطاب والتغرير بالشباب، ان هم الشركات دي بتعلن عن عناوين في اماكن مهمه جدا في البلد، اماكن تشدك، يعني ميدان الحجاز. اه صح، اسم الشركه اه في ميدان الحجاز، حاجه كبيره الحجاز بقى، يعني حاجه كبيره، اه منطقه راقيه ومنطقه لكن كويسه، لما يروح بقى يقولوا لا ده الراجل الجليس ده لا تقعد في الزاويه الحمراء، في الزاويه الحمراء استقطبه، في الزاويه الحمراء، يعني هو بياخده للمقر اللي هو في حته فخمه ويحوله لمكان تاني، محدش يعرف هيروح فين ولا صح. يجي منين، بحيث ان اهله عارفين خط سيره فين، في منطقه الحجاز بالظبط. هم بقى لما اتصلوا بيه لا تعال لنا في الزاويه الحمراء، ده المريض عنده زهايمر وقاعد هناك في الزاويه، ولا في مريض ولا في اي حاجه. وقالوا ام مريم المره الثانيه، ام مين؟ اه واحده ام جرجس، ام جرجس. انا قلت لك استحاله تكون في واحده اسمها ام جرجس، طلع كلامي صح، طلع ابراهيم قال انا بقلد الاصوات، واحد قلد صوت واحده، صوت واحده ست، يعني كلام برضو واحده ست اصلا، يعني جهات التحقيق انا واثق في يعني نزاهتها وكفائتها، واثق انها هتريح الراي العام وتقبض على الجناه. انا صعبان عليها حاجه مهمه النهارده في الجنازه، نيافه الانبا ديمتريوس كان متاثر جدا. اه طبعا، اه طبعا، اه طبعا. وابونا سيداروس كان متاثر جدا وقال احنا في نار، وقال كلمه غريبه، قال وان كانت عداله الارض يعني متاخره الى اننا نثق في عداله السماء، ولكنه اكد على حاجه مهمه ان هو يثق في القضاء المصري. طبعا احنا في ظل وعهد رئيس محترم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقضاء محترم وجهاز امني محترم، وبالتالي احنا عايزين سرعه في القبض، في يعني في اعدام هؤلاء، يعني اعدام هؤلاء واللي وراهم كمان. الشبكه دي مين وراها؟ مين ورا الناس دي؟ يعني ده السؤال المهم. طيب تعالوا لو في حد عنده استفسار. طيب تعالوا نسمع رساله مينا موسى الاخيره لوالده عبر الواتساب، عشان وهو في حوزه في العصابه، حوزه العصابه المجرمين القتله، كان بيقول لهم حضروا لي المبلغ علشان يعني يطلع من المصيبه اللي كان فيها دي. تعالوا نسمع صوت مينا ونسمع الرساله. ده صوت مينا وهتعرفوا ان هو كان صوته كان فيه قلق، باين من صوته، واضح من صوته، مضغوط عليه. يعني قول الرسالة دي، قول الكلمتين دول، تعالوا نسمع. يا جماعة أنا بخير، بس ما تغلطوش البوليس، ادفع الفلوس عشان أروح، هم دي تعليماتهم. يا جماعة أنا بخير، ادفع الفلوس. يا جماعة أنا بخير، ادفع الفلوس. بعد كده في رسالة تانية قال لهم ادفع الفلوس وما تبلغوش البوليس. كان بيأكد على حتة ما تبلغوش البوليس. هم مهددين. هم كانوا مهددين مينا طبعًا. الرسائل دي عملوها قبل ما يخبطوه على راسه بماسوره كده، خبطوه على راسه وجاله انزيف مات. خلي بالك، لا موضوع خبطوه على راسه مش خبطوه على راسه، احنا ما شفناش حاجه. الموضوع ده جريمه منظمه. صح. ادام شافوه يبقى دي جريمه منظمه. السؤال الاخطر في كل ده، لماذا طلبوا فصيله دم؟ في وسائل اعلام او بعض مواقع مفيش اي وظيفه فعلا حد يطلب فصيله الدم. يعني خلي بالك صح. احنا لما نقرا يعني فين اي، مفيش اي وظيفه بيقول لك فصيله دمك ايه؟ صح. سؤال، انا اطالب جهات التحقيق انها تخلي بالها وترتكز على هذه النقطه، انه يطلب في السي في بتاعه فصيله دمه. لما بنقرا في الاهرام او الاخبار او الجمهوريه او اي وسيله اعلاميه عن متبرع، بيقول لك ايه؟ مطلوب متبرع بكليه فصيله دم او، فصيلة دم بي، علشان هيعمل عملية وعايز نفس فصيلة الدم بتاعته، تبقى متوافقة مع فصيلة الدم. يبقى هم كانوا ربما عايزين الله حاجة أعلم مهمة، كانوا مظبطين لحد. وهل الشبكة دي جوه ولا بره؟ صح. هل دي شبكة دولية؟ لأن الأجهزة الأمنية قبضت منذ سنوات على شبكة دولية بره. صح.
كان مجموعة أطباء، كانت مجموعة أطباء متورطة يعني. جدا كان مجموعة أطباء يعني برضو في شقة، وكانوا تجارة أعضاء، وكانت يعني كان عامل ضغط كبير قوي في البلد لأن كان مجموعة أطباء كمان، وكانوا تجارة أعضاء، وكانوا بيستقطبوا الضحية، وكانوا برضو بيشفوهم كده وبيقطعوهم وبيبيعوهم. موضوع مينا اتكشف لأن الرسائل أو الأهل كل شوية اتصلوا بمينا ولقوا الخط اتقفل والموبايل اتقفل، فلقوا يعني عايزين يطمنوا عليه. ولما أول رسالة وصلت لهم أنا بخير بس هات الفلوس، عرفوا على طول إن مينا مخطوف. خلاص بانت من أول رسالة بان. بعد ما حضروا الفلوس، الأهل حضروا الفلوس، لأن يعني إيه قيمة الفلوس في حياة قصاد حياة بني آدم يا جماعة؟ منعرفش حضروها إزاي عيني برضه. طبعا فهم حضروا الفلوس من أجل إن هم يشوفوا مينا ويرجع لهم بألف سلامة، لكن العصابة المجرمين القتلة هو ما كانش يعني أستاذ جرجس مطلب شعبي على الفيسبوك أو على البث المباشر إعدام في ميدان عام. يعني الناس كلها بتقول إعدام في ميدان عام. يعني طبعا يعني أنا قاصد جدا هي كله عبرة إن السلطات المصرية متابعة كل اللي بينشر ومتابعة هذه الحلقة، وطالب يعني انهم يستجيبوا لمطالب الناس، وانا واثق انهم من غير كلام هيستجيبوا، لكن الراي العام بيلاحظ في حاله غليان يا استاذ جرجس، حاله غليان زعلانة وعايزين اعدام. صح. ومش اعدام بس، مين ورا الناس دي؟ صح. لان النهارده ممكن يكونوا هم كمان كبش فدا الاثنين دول. لا ليه عايزين الراس الكبيره بقى؟ مين اللي بيدبر الناس دي؟ لا لا لا، في حاجه تانية. دلوقتي لو ما بانش اللي ورا الناس دي ممكن يغيروا نشاطهم ومكانهم ويعملوا اعلانات لاماكن تانية في حته تانية، وياخدوا ناس تانية ويشفوا ناس تانية ويقطعوها ويبيعوها مثلا. طيب يعني استاذ جرجس، انا دلوقتي هنسمع المحامي عادل الالفي هيقول حاجات كتيره جدا، وهتفتح لنا او احنا هنفكر معاه، هيقول حاجات مهمه جدا في القضيه عايزين نسمعها برضو علشان نفكر مع بعض يا جماعه. اصل في حاجات لسه في غامضه في الموضوع، في حاجات غامضه في يعني الموضوع. برضو هو قال اسئله مهمه جدا برضو. الاستاذ اسمه الاستاذ عادل الالفي. انا سمعت له حلقه او بس، هذا البس يعني هو اتكلم بصراحه، راجل محترم باين عليه راجل كفء. هو بيحط سيناريوهات للاجهزه واجهزه البحث الجنائي، وفي حاجات وقرائن هو بيقول انها اللي احنا من القرائن واللي احنا شايفينه دي تجارة اعضاء، ولكن هو لم يجزم. صح. ولكن اللي احنا شايفينه التحقيقات بقى اللي هتبين الكلام ده. طبعا احنا ربنا يسهل ويتم اعدام هؤلاء، ويكون يعني احكام ناجزه وسريعه في هذه القضيه التي هزت الراي العام في مصر والخارج بصراحه. ابانوب يا ابانوب، القضيه اوريدي راي عام يا ابانوب، واحنا كلنا بنطالب بحق مينا، لازم يرجع كلنا على السوشيال ميديا، مفيش حد يعني. كل الاعلام تقريبا اتكلم يا استاذ جرجس، كان في تغطيه كبيره النهارده من المواقع الاخباريه، كل المواقع الاخباريه كان في تغطيه خاصه لجنازه مينا موسى، سواء في القاهره او في ملوي، كان في تغطيه كبيره جدا. الشعب كله شاف الجنازه النهارده يا جماعه، الشعب كله يعتبر شاف الجنازه النهارده. جنازه كانت بالملايين، جنازه كانت بالملايين، لان الشعب شافها. يعني بقول على الشعب شافها يعني الاف التلفزيونات لا لا لا، قضيه الناس كلها عارفه الموضوع مينا بقى له اسبوع يا استاذ جرجس، والناس كلها عرفت قضيه مينا موسى. القريه اللي هو فيها مينا موسى قريه محترمه، ناس اللي فيها محترمين، شفنا ناس داخله للتعزيه مسلمين ومسيحيين، الناس متاثره وحزينه. طبعا اللي هيسلك الصدور هو حاجه واحده، القصاص العادل، الاعدام. صح. الاعدام مش مؤبد، اعدام. ثانيا المحرضين. المحرضين اللي ورا الناس دول منفذين اللي هم القتل، لكن الاخطر من وراءهم اللي ماسكين الناس دي بقى، اللي بيديروا العمليه. نسمع الاستاذ عادل لو المحامي هيكشف حاجات برضه. لا تعرض تمام، انا تخميني ان هي تخش ممكن تدخل في موضوع تجاره اعضاء الله اعلم برضه، بس كل الاشارات وكل العلامات بتدل على ظننا السيء دوت اللي هو يكون تجاره اعضاء. تجاره اعضاء. طيب انا اقول مثلا
مصطفى يا مصطفى مصطفى انت مستنى من شهر 4 مصطفى مينا علشان تاخد تعرف منين؟ مش معنى مينا عرف الزمينة وهل انت خدته علشان هو ممرض جاي ثلاث اخد باي مكان ولما خدته على كلامك انت خدته منه واحده ما كانش من الدنيا وراح تجيب وصلات امانه شنطه مضيه على ايه؟ وديها له وصلات امانه ليه يعني؟ مصطفى القاتل مضى مينا موسى على وصلات امانه، طب ليه؟ في برضو حاجات غامضه يا استاذ جرجس، يعني برضو العصابه او الاثنين المتهمين الاساسيين في هذه القضيه عملوا حاجات مريبه برضو. لا 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 الموضوع ده فيه غموض، اه يعني فيه غموض كبير برضو. خدوا المحفظه من ورا، يعني مين حاط المحفظه كان في جيبه الوراني، راحوا شدوها منه غصب عنه، خدوا منه 500 جنيه. مين حس خلاص ان في حاجه، في حوار تم ما بينهم، في مشادات حصلت ما بينهم، مين كان حاول يصرخ، حاول ينط من اي شباك، حاول يعمل، راح ضربوه على طول فوق دماغه، راح على طول جاله نزيف في المخ فمات. في حاجه يعني هم لو كان غرضهم فلوس زي ما قالوا في التحقيقات يا استاذ جرجس، الاهل اوريدي حضروا الفلوس وكانوا هيجيبوها، لكن دول ما كانوش غرضهم الفلوس فمش هتحكوا علينا، دول ما كانوش غرضهم الفلوس يا جماعه. اصل بيقول ايه مصطفى وابراهيم قالوا في التحقيقات يا جماعه انهم كانوا مديونين ومحتاجين فلوس، فعملوا هذه الوظيفه الوهميه على السوشيال ميديا عشان ياخدوا فديه من الناس علشان يعملوا الديون بتاعتهم. لكن هذا الكلام ما يدخلش عقل الطفل، انا مش داخل دماغي بصراحه، انا واحده من الناس. سؤال ما دخلش دماغي. سؤال ماذا لو مش معنى جابه من الصعيد؟ لا 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 ماذا لو ليه اصراره على مينا؟ لا الموضوع عادي يعني كان ممكن يحصل معايا. لا 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 ده هم قالوا كانوا مصرين على مينا بالذات. ما ايوه ضحيه، ما احنا سؤال هنا ماذا لو لم يتم كشف ملابسات هذه الجريمه؟ كان الموضوع اتكرر وكانوا كرروه مع ناس كتيره جدا. صح. وبالتالي احنا بندق ناقوس الخطر. المحامي هنا بيكشف كوارث، قال لك ايصالات الامانه ده لغز تاني. ده لغز تاني، تعالوا نكمل. نكمل نشوف قال ايه تاني. مين هو الراجل المسن اللي عنده الزهايمر اللي انت قلت عليه اللي انت خدت الشك عنه؟ الراجل ده مين هو؟ وبتاع مين؟ ويخص مين؟ فين ولاده؟ فين عيلته؟ هو قال حتة مهمة جدا، قال ان كان في رجل مريض بالزهايمر كان موجود في الشقة معاهم علشان مينا يدخل، يعني هم قالوا له ان في رجل انت هتمرضه هناك عنده مرض الزهايمر، فقال له يعني فين اهل الرجل ده؟ يعني اهل مين؟ اهل الراجل اللي هو هو في سيناريو برضه، في سيناريو برضه مش 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 داخل الدماغ. لا سيناريو وهمي. ليه بقى؟ لان كل حاجه وهميه، يعني مفيش حاجه حقيقيه. يعني الراجل ده ما كانش مريض اصلا، الراجل اللي كان عنده مرض ما كانش مريض اصلا. هم قالوا شركه، مفيش شركه لان الموضوع وهمي، ما بني على باطل، والراجل المريض ما يكونش مريض اصلا. مفيش اصلا مريض ولا في راجل اصلا. صح صح، الموضوع وهمي كله. يعني خلي بالكم يا جماعه الموضوع كبير، والاجهزه الامنيه يعني كويس انها قبضت على المتهمين دول. دي حاجه يا جماعه اوريدي القضيه راي عام، استاذ امير اوريدي القضيه راي عام، انتوا ليه حاسسين ان القضيه ماتت خلاص؟ القضيه لسه شغاله يا جماعه، القضيه لسه شغاله، انتوا ليه حاسسين ان القضيه اتقفلت؟ القضيه شغاله والتحقيقات شغاله. الناس قلقانه ان يعني عايزين حكم ناجز. بالظبط. وخلي بالك يعني هناك سوابق كثيره هما بس كانت يعني راي عام. اه القضاء كان صريح فيها وناجز فيها. ما هو عشان ما فيش صور المتهمين ولا اسمائهم لحد الان كامله. ربما تكون جهات التحقيق في حاجه مش راضيه تكشف حاجات معينه. ربما اللي تكشف امور اكبر وتوقع بالعصابه يعني العصابه اكبر. صح. برضو احنا ما نعرفش برضو هم ماشيين ازاي. احنا لما قلنا صورهم واسمائهم احنا طرحنا اسئله، مجرد اسئله يعني. بس استاذ ابانوب بيقول لي استاذ انفين احب اوضح حاجه، ده لو حيوان اتقتل في امريكا، لو في الدول لو ماشي في الشارع الانسان بيتعاقب دي روح. ما هو اكيد يا استاذ ابانوب، انتوا يا جماعه اثقوا شويه في القضاء المصري، اكيد هياخدوا اعداد، ده هم اعترفوا بالجريمه اصلا. يعني المتهمين مصطفى وابراهيم اعترفوا بالجريمه وقالوا ان احنا كمان قطعنا او يعني شفوه يا جماعه.
قطعوه اجزاء ورموه في اكياس وقالوا في ترعه الاسماعيليه، هم اللي قالوا ترعه الاسماعيليه، قالوا ولقوا اجزاء هنا ولقوا اجزاء في حته تانية في صندوق القمامه، فهم اللي قالوا الكلام ده، فهم اعترفوا بالجريمه اوريدي، والاعتراف سيد الادله. فخلي بالكم يا جماعه، دول اعدام اعدام. لكن احنا بنبص بقى لما هو اخطر وما هو الجريمه دي وراها بلاوي تانية. يعني الناس دي في شبكات دوليه بالظبط. ما دام احنا دخلنا بقى في موضوع تجاره اعضاء، يبقى هل الموضوع ده، هل مينا كان ضحيه الاولى ولا كان في قبل كده ضحايا؟ احنا قلنا المره اللي فاتت ربما يكون قبله، وربما لو تم السكوت عن الموضوع وما اتكشفش كان هيبقى فيه بعض. بالظبط بالظبط، ما ده اللي احنا بنقول عليه. وهل مين اللي ورا الناس دي؟ مين اللي كان ليه جراءه ان هو يقتل واحد في شقه سكنيه؟ خلي بالكم يا جماعه، الشقه كانت سكنيه وفي العماره كان فيها سكان، فكانوا خايفين من صوت مينا حتى يطلع لحد يكتشف الجريمه. فمين كان ليه الجراءه ان هو يعمل الجريمه في المنطقه دي بالذات؟ انت فاهمني؟ ففي حاجات كتيره جدا، في حاجات كتيره جدا احنا عايزين نعرفها برضه. حته خطيره. اتفضل. الحته الخطيره، هم ليه، هو في حد، في شركه محترمه يلح على واحد 14 عشان يروح؟ بالظبط، ما هو ده الاصرار بقى، حته الاصرار دي برده فيها لغز كبير. لما بعت لهم فصيله الدم ربما قالوا هو ده، هو ده اللي مطلوب، هو ده المطلوب يعني، ربما احنا لا نجزم، وشاب وصغير لا نجزم وصحته كويسه، هو ده اللي احنا عايزينه، لا نجزم يعني، ممكن طبعا، ممكن طبعا، احتمال كبير. اللغز الكبير فصيله الدم. صح. في الموضوع ده كمل الكاميرات وقميصك انت لسه برضه ما شفناهوش، قميص مينا وقميص وابراهيم ما شفناهوش، مصطفى ما فيهوش بتاع، ما فيهوش اي ضرب مقطوع، ما فيهوش اي يعني انا انت واحد هيموتني على الاقل خالص، هخربش وشك، هخربش في ايدك، تمام، هخربش على قميصك. صح، اقطع قميصك. هيموتني مش لازم الدرجه دي، وين هي حد يكون عنده زهايمر سايبين له في البيت مواسير وحديد عشان زهايمر ايه؟ الموضوع وهمي كله يا جماعه، مفيش زهايمر ولا في القصه دي. لا، هو بيقول احنا استغربنا ان كان في الشقه واحد مريض عنده زهايمر هيحطوه مثلا مواسير او مواسير عنده في الشقه ليه؟ ممكن بتاع الزهايمر ده ممكن يضرب نفسه، او ممكن يعمل يعني ايه اللغز بتاع المواسير دي؟ ادوات الجريمه بقى يا جماعه؟ لا، هو الموضوع مش ادوات جريمه، هو بيسأل بس. خلي بالك السؤال هنا منطقي برضه يا استاذ. لا السؤال هنا في رأيي انا الشخصي لا محل له، مع احترامي الكامل للمحامي، محترم بيسأل ويفتح في مواضيع مهمة، ولكن الموضوع اصلا وهمي كله. يعني لما عملوا اعلان عن الشركة، مفيش شركة، يعني انت قصدك يعني ده مش مريض اصلا بتاع اللي هو اللي كان في الشقة ده، ما كانش مريض اصلا، ده شركة وهمية أصلاً. هو شاف واحد وخلاص في اللي في الشقة، مش مريض، هو راح لمصيره مع اثنين مجرمين القتل اللي قبضوا عليهم خص. تعالوا نسمع القس ابراهيم سعد، حكى برضه باستفاضه عمه حكى باستفاضه امور كتيره جدا. اسمعوا عمه يا جماعه، عمه عايزين نلم بكل التفاصيل الليله علشان تكونوا واضحين في الصوره، عشان القصه يعني تبقى كامله. نسمع السودة دي من شهر ابريل الماضي، شهر 4 كان مينا شغال في حضانه في ملاوي، مدينه ملاوي، وهو في الحضانه كان ليه زميل يتبادل معاه شفتات اسمه ميلاد زكريا، ممرض برضه زي مينا. فقعد في وقت فراغ والاحواض بيتابعوها في الحضانه بالبلاهات اللي فيها. وتصفح موقع على النت بيعلن عن وظيفه وهميه في مكان وهمي في منطقه الحجاز في مصر الجديده. كلام هنا مغزي باغراءات جميله، اغراءات مينا من النوع اللي مش متسرع في اخذ القرار، ومينا مش من النوع اللي الاغراءات تاخده
الفلوس. نزلت لدرجه ان احنا كنا واثقين فيها جدا، واثقين في حكمته، واقدر اقول على مين صانع قرار. ده قعدوا شهور يلحوا عليه. ايوه شهور يلحوا عليه. لدرجه قالوا له انت قابلت بجداره والمجلس بتاع المكتب كله وافق عليك. ياه الاداره وشرفنا في اقرب وقت بدل ما حد ياخد منك الوظيفه دي. حد ياخد فلوسك؟ يمين يا حبيبي. اتصلوا بيه 7 الصبح، يمينة يا حبيبي ليه ما استلمتش الوظيفة؟ تعالى احنا مستنيينك. 7 الصبح يا أستاذ أول مرة نشوف حاجة يعني. وإلحاح شديد بقالهم من شهر إبريل اللي فات، من شهر 4 اللي فات بيلحوا عليه. بيلحوا عليه. ضحية. أنت اتقبلت يمينة في الوظيفة. ضحية. تعالى لنا بقى، تعالى لنا. تعالى نكمل. ما تضيعش الفرصة. ما تضيعش الفرصة. يعني واحد صاحب النوم وبيرسم مع تأويل الفكرة أحلام وردية. بيرسم مستقبل جاي على طبق من ورد. فعد عدته وشد شدته وجه على القاهره. بدا المشوار من ملاوي مساء يوم السبت، اصبح في وقت متاخر من وركب من فوق الدائري من منطقه ابو صير مؤسسه الذكاء، اتجه للمرج، وفي المرج هناك تغيب كان ابراهيم بحسب اسمه اللي في الـ اسمه احد المؤمنين ابراهيم ومصطفى ممرض، ومصطفى شيف في مطبخ. ابراهيم ممرض. ابراهيم 41 سنه ممرض، ومصطفى 36 سنه شيف في مطبخ. شيف في مطبخ يعني هو اللي شفاه. ابراهيم عايز يمشي مصطفى عشان مصطفى يقول ان هو خايف. ده اعترافاتهم، لكن هم مش ناس تخاف يعني. فانتزع المحفظه من جيب مينا وقال ان مصطفى اول ما الواد جه الشقه ده قال له خايف، يعني قال ان هو مش بتاع جريمه قبل كده. انتزع ابراهيم المحفظه من جيب مينا الخلفي وخد منها الفلوس اللي فيها، كان مبلغ حوالي 500 جنيه، اداها لمصطفى وحسب الروايه اللي هم معترفينها معترفين بيها في الاقوال، مشى مصطفى. مشى مصطفى. على مينا لما شاف المحفظه بتنتزع بالطريقه دي عارف بقى. ادرك ان هو مخطوف. خلاص ادرك ان هو مخطوف. فابتدى يصول بحسب كلام مصطفى ابراهيم، وابتدى يحاول يهرب. ابراهيم قال انا بحاول اديه عشان سكان العماره ما يعرفوش ويفضح امرنا. ايوه. فانا يعني حاولت اديه، فراح جايب ماسوره حديد. ماسوره حديد. ناخد لغايه ما يهدى ونشوف هنعمل ايه. نشوف لغه الجامعه هنعمل ايه؟ هنشوف هنعمل ايه؟ هنشوف هنعمل ايه؟ في اثناء دي قبل ما يتضرب على راسه ويلفظ انفاسه الاخيره كان سجلوا له مقاطع فويس اللي احنا معانا واحد منهم. ايوه. عشان يبعتوا لنا على مراحل متقطعه مراحل يقولوا لنا ان ابننا لسه على قيد الحياه علشان هو كان مات خلاص ويشطر على جريمتهم ويسلكوا مسلكهم والموضوع يبقى انتهى على كده. هو انا بخير بس واحد لا خايف ولا مرعوب ولا مش كسلات، حد مخدر تحت تاثير التخدير. مخدر. حافظ ابني مش بس ابن اخويا، ده ابني. انا بخير، ادفعوا الفلوس علشان ما تبلغوش البوليس عشان انا عايز امشي، ودي تعليمات ماما. ده الكلام اللي قاله مصطفى. ده الكلام اللي قاله. فراح لفظ انفاسه الاخيره، ما كنتش اقصد اموته. فرحت اتصلت بمصطفى يرجع، قلت له تعالى الولد مات. فراح جه مصطفى مع ابراهيم سحبوه على الحمام بحسب ما قالوا، ابتدوا يقطعوا الجثه قطعوها وتخلصوا منها بحسب كلامهم في طريقه الاسماعيليه. طريقه الاسماعيليه. طريقه الاسماعيليه باعتبارنا شفنا المطبق او الاشلاء اللي عثروا عليها. ركزوا دي. حسب ابراهيم ومصطفى ارشادوا الافاضل رجال المباحث في المكان. القدمين لغايه الركبه. قدمين. والذراع الشمال فقط. الذراع الشمال فقط. الرجلين متقطعين باحترافيه. باحترافيه. باحترافيه، لا متهشمين ولا متدقدقين ولا مكسورين. يعني هو قصده دول مش اتنين غشم بيقطعوا جثه، لا ده دول بيقطعوا باحترافيه بحيث ان انت هتستخدم العضو ده في حاجه ثانيه. انتوا فاهمين حاجه يا جماعه؟ هو مش بيقطع بغشم، ده دول محترفين. هم يا عيني شافوا الشاب ده. شافوه بس بيقول لك كل حاجه طالعه سليمه بحيث ان هم ممكن يستخدموها بعد كده في الحاجات اللي بيعملوها في تجاره الاعضاء دي. سؤال هنا يعني دول محترفين؟ لا لا لا، سؤال هنا. كاميرات المراقبه ممكن في الحاجات بتاع تجاره الاعضاء دي ممكن يكون داخل الشقه فريق طبي من العصابه. ممكن يكونوا بيدخلوا وبيطلعوا في اوقات محدش يعرف بحيث يسلموهم، لان تقطيع العضو الكبد مثلا او الكلى او اي شيء يحطوه في حاجات معينه يحطوه في ماده ويقطع بطريقه معينه، دول ما يعرفوش يعملوا كده، دول ممكن يموتوا وخلاص ويسلموه في حد اوضه ثانيه لفريق متخصص. الله اعلم، انا بقول سيناريو لا اجزم به. لكن هما ما يعني موضوع فصيله الدم برضو هو هي اللغز المشكله برضو. صح يعني برضو كشف امور كتيره برضو. تعالى نكمل برضو الحته دي. دول بس الباقي هما قالوا ان رميات بطوله الاسماعيليه. كنت طالب لكم دكتور الحوار بتاعهم في الشات والتواصل بدا يوم الاثنين. بقى يوم الاثنين صباحا ابتدى يجي تليفون لاخويا في البلد ومرات اخويا في جنبه، واحده سيده بتتكلم. سيدة. انا بقلد صوت ست. ابراهيم قال انا بقلد صوت ست. احنا ما عندناش، ما كانش في سيده في الموضوع يعني.
قال ام جرجس اللي هي كلمت اهل مينا عشان الفديه ال 120,000 جنيه، قالت لهم انا مديونه ومش عارفه ايه، بخلصوا لي 120,000 جنيه وهاتوها لي في ملوي. خلي بالك في ملوي، هاتوا لي الفلوس في ملوي. موضوع كبير. قال ابراهيم في التحقيقات لا ده انا اللي كلمتهم وقلدت صوت واحده ست. طب خلي بالكوا يا جماعه لما عصابه بهذه الاحترافيه طبعا ما حدش طبعا جهات التحقيق لا ينطلع عليها هذا الكلام، يعني هي بتموه على جهات التحقيق. وخلي بالك قالوا ايه، ولكن قالوا جهات خلي ميلاد هو اللي ياخد الفلوس في الاول، قالوا الحته دي. ولكن جهات التحقيق اذكى من هؤلاء، هم بيتوهوا يا استاذ جرجس، بيتوهوا. لكن هم بصراحه يعني مش هيفلتوا. انا برضو عايزه اقول حاجه يا جماعه، عايزه اقول حاجه برضو استوقفتني في هذا المشهد. في مشاهد في الدراما يا استاذ جرجس او في المسلسلات والافلام، في مشاهد بعينها بتعلم الناس الجريمه. طبعا بتعلم الناس التخطيط يبقى عامل ازاي، بجد مش بهزر. يعني في مسلسلات بعينها او افلام بعينها، الدراما لها دور فعلا علمت الناس الجريمه، يعني ازاي يخططوا وازاي الاتصالات يعملوا ازاي، الكاميرات يشيلوا الكاميرات، يعملوا الخطوط تانية، يشيلوا الخط بتاعه يحطوا خط تاني عشان يعملوا تمويه. يعني في ناس تعلمت الجريمه، تعمل عمليه محاكاه للجريمه بالظبط، لدرجه ان انا شفت على وسائل التواصل عند صديق عندي، هو صديق محامي، قال لك احد المتهمين في جريمه ما، مش في الجريمه دي، في جريمه ما من عده سنوات او شهور مش عارف، قالوا له انت ارتكبت الجريمه دي ازاي؟ قال انا قلدت مشهد من مسلسل. وبالتالي الفن الهابط له دور خطير فعلا في هدم المجتمعات. نخلي بالنا يا جماعه، وده رساله للدوله، الفن الهابط سلاح ذو حدين، واحد اسلحه الجيل الخامس من الحروب لإسقاط الدول. صح. لما نقدر الشباب يتم تغييبها عن طريق الفن الهابط. صح. أغاني ومش عارف إيه وتمثيل جريمة وعمل جرائم. الشباب بيقلب. مواد ده في مشهد مسلسل يعني جاب لك. يعني طبعا. موت واحدة في البانيو وحط عليها مادة حارقة عشان يحرق الجلد بتاعها كله علشان يدوبها، ده في يدوبها يدوب حمض كبريتيك بقى يدوب الجسم كله عشان ما يبقاش فيه اي اثار، ان ما تعرفش دي ملامح مين اصلا، كل الجسم اتدوب. ففي حاجات برضو تعلموها من المسلسلات يا استاذ جرجس، تعلموها. طب نكمل. انا مجرجس من الفيوم، جوزي محبوس. شوفوا بقى ال 120,000 جنيه، ادفعوا لي 120,000 جنيه وانا هسيب لكم مين؟ ما يعرفنيش، بس اللي خاطفينه بمجرد ما انتم تسلموني ال 120,000 جنيه في المكان اللي هقول عليه، هخليهم يروحوا يودوا ابنكم في موقع في الفيوم، يركبوه هيكلمكم من تليفونه يقول لك يا عمي ده 300 عشان عشان معانا بعتها للاستاذ. هيكلمك ويقول لك يا عمي انا خرجت بالسلامه، استناني في حته ثانيه. اول هيكلمك في ملوي، تقابلني في ملوي، قلت له انا جاهز، بتقول عليه اقابلك فين؟ قلت تقابلني في ملوي. انا شفت الشجاره خالص، بعد كده هبقى على التواصل واشوف الرسائل، الرساله ما تردش. قال لي خلاص 120,000 جنيه، يعني مين هيخطف يستدرك واحد من خمس شهور بيستدرك فيه من شهر ابريل حتى سبتمبر، يستدرك فيه من 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 الصعيد لغايه القاهره وبيتابع معاه ويتوهم ان هو شغل الاغراءات. انا بلغت يوم الاثنين، رحت للسيد المقدم الله يبارك له، يعني عاجزين كعيله عن الشكر وعاجز ككنيسه، وباسم المجمع 50 وباسم الكاتب الانجليزي مشهور جدا، وشكرا على مجهودك العظيم رغم تعبك. طب يشكر الامن يا جماعه، طبعا في اقل من 48 ساعه تقريبا الامن كان قبض على المتهمين وجابوا الاشلاء بتاعه جثه مينا. طبعا في حاجات غامضه لسه في الموضوع يا جماعه. هي قصه ماساويه، قصه ماساويه صراحه، يعني والقضيه لما اتقفلتش يا جماعه، التحقيقات ما زالت شغاله لحد الان، في لسه تفريغ كاميرات، لسه في حاجات في المباحث، لا وحاجات ممكن تبان في مسرح الجريمه، في خيوط معينه، الدوله الاجهزه الامنيه واجهزه البحث الجنائي بالظبط اكيد بالزبط. بتبحث. وانا اطالب المحامي المحترم اسمه الاستاذ عادل الالفي، شخصيه محترمه باين عليه كفء، ان هو برضو يفتح يشوف يستند الى موضوع مات، يعني ما نشر بعض ناس قالوا موضوع فصيله الدم. دي تكون من ضمن صح الامور التي يستند اليها في هذه القضيه، ومن المحرضين، من المحرضين، ويشوفوا مكالمات مينا اخر شهر، مكالمات سجل المكالمات اطلبوها اخر شهر، ممكن يكون ناس من العصابه تواصلت كذا كذا.
برضو في امور كتيره يعني في هذا الشاهد الموضوع. برضو الواتساب طبعا الديتا في تحفظات يعني كتيره جدا او في حاجات كتيره جدا في النيابه العامه، ده شغلهم، ده شغل المباحث والنيابه. لكن الراي العام بقى الشعب كله عايز حق مينا. صح يعني، يعني الناس المجرمين اللي قتلوه ده اعدام، ده دي ما فيهاش كلام. الناس اللي هم قتلوه اللي نفذوا الجريمه دول اعدام، دي ما فيهاش كلام. الشعب كله بيطالب حتى كمان اعدام في ميدان عام ليكونوا عبره. هم لأن الناس يعني دي بصراحه يعني دي جريمة كبيرة. قتلوه بدم بارد، قتلوه بلا رحمه وبلا انسانيه، جريمه مكتمله الاركان. لكن موضوع تجاره اعضاء ده بنسبه مثلا نقول 80% نسبه كبيره جدا. يعني القرائن بتقول كده؟ اه يعني القرائن كلها بتقول انها تجاره اعضاء، ولكن اللي يجزم هي جهات التحقيق طبعا. يعني لو في اي حاجه تجزم. طبعا يا جماعه احنا هنتابع معاكم. و انا طبعا يعني احب اطالب يعني النيابه العامه، النيابه العامه والنائب العام المحترم ان هو بعد اكتمال بعض التحقيقات ان هو يطلع في بيان رسمي يطمئن الرأي العام بآخر التطورات في هذه القضية. تمام. ده مهم جدا يطمن طبعا. الناس ويطمن طبعا. الرأي العام طبعا. احنا شفنا تأثر نيابة الأنبا ديمتريوس كان متأثر جدا طبعا طبعا. حد من ولاده يعني طبعا، حد من ولاده يعني احنا نحزن على اي حد يحصل له كده طبعا. يعني احنا شفنا المسلمين والمسيحيين زعلانين، حاجة صعبة، قضية يعني بشعة، قضية الحيوانات ما تعملش كده ببعض. حافظ بيقول، استاذ حافظ بيقول لابد من تعرفنا باسماء الاطباء والمشاركين وصورهم من قبل اعدام. ايوه ده اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا بنقول عليه، عايزين اسمائهم وصورهم، عايزين نشوفهم مين المجرمين دول. يعني انا واحده من الناس عندي فضول عايزه اشوفهم دول شكلهم ايه. كتير طلبوا يا جماعه ايه ده؟ اه يعني احنا عايزين برضه نشوف الناس دي يعني مين وراهم كمان، مين وراهم كمان، عايزين نعرف اساميهم ايه واشكالهم ايه. هو اتمنى بيان من النيابه العامه او النائب العام المحترم، شخصية وطنية محترمة، واحنا عندنا مكتب رصد في عند النائب العام بيتابع كل شيء، وأثق انه لو اكتملت عنده معلومات وتأكد منها. طبعا هو ما بينشرش حاجة غير لما يكون ايوه طبعا واثق أيوة طبعاً. منها اه طبعا، عشان يكون هو في تقرير كامل، يطمئن الرأي العام بتقرير او بيان يطمئن الرأي العام في تقرير مينا طبعا. ده كلام مهم، يعني كلام مهم جدا او مطلب مهم طبعا طبعا يا جماعه. دي اقل حاجه احنا نقولها النهارده. احنا في حاله حزن شديد وتاثر. انا شفت الجنازه بكيت، منظر الصراخ والعياط طبعا اهله، يعني ربنا يصبرهم وربنا يديهم تعزيه من عنده، يعني ربنا الوحيد القادر انه يديهم تعزيه من عنده. مشهد النهارده الام ما كانتش عايزه تسيب الصندوق بتاع مينا، وكانوا قاعدين بيحضنوا الصندوق، لان يعني منظر يعني خلى مصر كلها تبكي النهارده. كلنا شفنا المشهد ده على السوشيال ميديا، سواء الجنازه سواء الاحداث الماضيه، كلنا كنا في حاله حزن وصدمه كبيره ان ده حصل. واحنا بنطالب القصاص العادل ومحاكمات سريعه، بنطالب بمحاكمه سريعه يا استاذ جرجس. يعني ان شاء الله انا اثق ان في يعني احنا بنطالب بمحاكمه سريعه، طالب يعني بيكون المحاكمه رادعه وناجزه وسريعه طبعا. ده مهم جدا. الاستاذ النائب كريم، اشكرك يا استاذ كريم، وبيقول خالص تعزينا القلبيه لكل افراد الاسره. طبعا احنا بنعزي اسرته وكل محبيه. مينا شاب جدع وكان طيب وكان خير، بيخدم الكل. مينا شاب كان كل طموحاته في الحياه ان هو يشتغل وبيسعى. مينا ده خلي بالك مثال لشاب مصري صح، وطني بيسعى للقمه عيشه، كان بيخدم كل المصريين ومحب لكل المصريين هنا في وطنه او في قريته بمعنى ادق، قريه الروضه. كان بيخدم الكل، مشهود له بان هو بيخدم الجميع، دي حاجه مهمه. اشكركم شكرا جزيلا. فعلوا الهاشتاج ده يا جماعه على البث المباشر، حق مينا لازم يرجع. فعلوا الهاشتاج ده على البث المباشر، وانا هحطه كمان فوق البث المباشر، لان احنا كلنا بنطالب بحق مينا. ده حاجه مهمه. لو في مطالب لناس تانية يعني، لو في هم بيطالبوا طبعا كل المطالب على البث، يعني كل المطالب عايزين اعدام للقتله، كل المطالب.
ده مطلب شعبي. بتطالب بإظهار الأسماء والصور. بالظبط. طبعا مكتب النائب العام بيتابع هذه الأمور، يعني كلنا ثقة في إن مكتب النائب العام عنده فريق كفء، يعني بيتابع كل شيء، بيتابع كل شيء. واحنا في عهد رئيس وطني محترم، يعني احنا طبعا بنثق في القضاء المصري العادل، ودي قالهابونا النهارده بنثق في القضاء العادل طبعاً. بس في ابونا زعلان عايز ايه؟ سرعه، عايز سرعه، يعني عايز كلنا سرعة. بنطالب طبعا ان في يكون في سرعه. مينا موسى لم يكن مجرد اسم، كان صح. روحا بريئه، صح صح، فقدناه بطريقه ظالمه، لن نقبل العزاء حتى يتحقق القصاص العادل. فعلا يا جماعه أسرته مشكوره جدا يا مريم انك فكرتينا بالحته دي، ان انا يعني شفت خبر قبل ما اعمل اللايف ان اهله او اسرته، اسره مينا، مش هيقبلوا العزاء الا لما ياخدوا حقه الاول ويكون القصاص العادل للقتل المجرمين دول، ياخدوا اعدام وبعدين ياخدوا العزاء في مينا. طبعا يعني انا اوجه رساله عاجله لمعالي النائب العام المحترم، أسرة مينا بتقول مش هنتقبل العزاء في صح. ابننا اللي اتقطع إلى أشلاء وترمت جثته أو بعض أعضاؤه في القمامة والترعة. ده الكلاب يا أستاذ جيمس كمان، يعني مش هنتقبل عزاء إلا لما يكون هناك حكم رادع يشفي يعني غليلهم، صح، الشعب فعلا في حد لا يكفي صدورهم. احنا في دولة محترمة، عندنا رئيس وطني محترم، اجهزة امنية محترمة، قضاء عادل محترم، نثق ان يطلع بيان عاجل يطمئن الرأي العام في هذه القضية ويكشف اخر التطورات في هذه القضية. اشكركم طبعا الرأي العام هنا ناس، يعني كله بيعمل محاكمة عاجلة للحكمة عاجلة، محاكمة يعني عاجلة. كل الرأي فعلوا العام كمان الهاشتاج التاني ده، محاكمة عاجلة لقتلة مينا موسى، القصاص، إعدام، فعلوا الهاشتاجات دي يعني يا جماعة، هنا خلي بالك الناس، عشان كمان صدقوا يوصل. الناس المحترمة هنا فعلت هاشتاج تاني في الحلقة، محاكمة عاجلة، صح، بعد ما قالوا يعني حق كانوا مينا لازم يرجع بس مينا. لا، ومحاكمة عاجلة، محاكمة عاجلة فعلا، احنا بنطالب بمحاكمة عاجلة يعني وسريعة، ده مهم من أجل حق مينا، حق مينا وحق اي مينا. ده يعني محاكمة هؤلاء سريعا هيخلق نوع من الردع العام، صح، من الردع العام لكل من تسول نفسه انه يلجأ ويغرر بشباب ويفكر حتى يعمل حاجة زي كده. وانا عايز اقول حاجة، اتفضل، اي شاب او شابة محدش يغريكوا بمبالغ كبيرة وفي وظائف وهمية، ممكن تشتغل بتبدأ من حاجة يعني قليلة بس حاجة مضمونة، حاجة مضمونة، أفضل من أنك أنت تروح لمصير مضمون ووهمي. بالظبط. مينا لو كان خد، مش هنقول لو، ده خلاص، لا يا أستاذ جرجس، هو لو كان خد مع حد من أهله ممكن كان ممكن يكون في كلام تاني. بالظبط، يلا اللي حصل حصل، لكن اللي حصل حصل، ده قدره، ربنا يرحمه. ده شهيد يا جماعة، ده شهيد، لقمة العيش، ده شهيد، مينا شهيد، مينا راح غدر، مينا شهيد، مينا قتل بدم بارد، مينا شهيد وحقه لازم يرجع. اشوفكم على الف خير، واحنا متابعين القضيه معاكم، ما تقلقوش، احنا متابعين التحقيقات ومتابعين القضيه معاكم، واي حاجه هتظهر جديده هنطلع نقولها لكم علشان كلنا نطمن ان احنا في بلد الامن والامان، احنا عايشين في بلد امن وامان فعلا، كلنا نطمن عليهم يعني. ما تقلقوش، لان احنا يعني الامن مشكورا بصراحه، 48 ساعه تم القبض على المتهمين ولقوا الاشلاء بتاعه مينا وحصلت الجنازه، ولكن العزاء لسه مش هيتاخد الا بعد القصاص العادل. ربما انا اتوقع مفاجآت كبيره جدا في هذه القضيه، طبعا مفاجآتها يعني احنا هنسمع حاجات دي وراها بلاوي سودا بالظبط صراحه. اشوفكم على الف خير، تحياتي، اشوفكم في حاجه جديده، تصبحوا على الف خير، سلام.